من بعد نلقاو رواحنا مع بحكم مش حكم البيجي فقط، باش تولي حكم عائله. اليوم نزيدوا ناكدوا مره ثانيه، احنا كنا اكدنا في ندوه صحفيه من اسبوع دعمنا للاستاذ البيجي القادسيسي للانتخابات الرئاسيه في الدوره الثانيه. بغض النظر على السيد يوسف شاهد ينتمي لنداء تونس او لاي حزب، ولكن بصراحه 40 عام معناها ثوره. نحب نقول لهم راهو تقطيع اقل حاجه تتعمل، وثيقة قرطاج تحيلت على التوانسة ووقفت العمل بالدستور وهزت الدولة الكل دار العائلة الحاكمة ومون بليزير. نعتبرها لعبة سياسية. اليوم رأينا بصراحة ونعلن راني قمت بقضية ضد رئيس الحكومة. اليوم نعتبر الحكومة انتهت، انتهى دورها. شكر جزيل وكبير جدا للرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قايد سبسي وصديقي الأستاذ حافظ قايد سبسي. وعملية الاستقرار الحكومي راهو هذه بدعة، فماشي نجم كل ثلاثة شهور تحط رئيس حكومة عادي.